اندوميتريوم ده هو من اهم الكانسر، ده يعتبر الموست كيورابل، فاكرين اللي هو ده الوحيد ممكن اعالجه. التاني اللي احنا خدناه كان موست ايه بريفنتبل. طلع كانسر اندوميتريوم الديفينيشن مالجنانت تشيل اندوميتريال لايننج اوف يوتراين كافيتي انسنس، خدناه. حد يقدر يقول لي كانسر اندوميتريوم الاول ولا التاني؟ الاول كان زمان التاني، دلوقتي بقى الاول. وكانسر سيرفكس التاني كان زمان الاول. الشاطر اللي يقدر يقول لي كانسر اندوميتريوم ليه زاد وكانسر سيرفكس ليه قل ويرفع ايديه. قول. بنكتشف البري كانسرس بدري. ليت ايج اوف ماريج، الجواز بقى متاخر. الفاكسين بتاع الاتش في، تروحوا مع بعض الامتحان خلاص. طيب كانسر اندوميتريوم ليه زاد؟ علشان اللايف اكسبكتنسي زاد وبقى عمرها يزيد، فبنشوفه عشان فوق سن الستين. ايوه بندي اي ار تي في حالات المينوبوز بدون ما ندي معاه بروجستيرون، يا ريت بقى نذاكرهم. طبعا ده متعاد، انا عايز الجديد بقى. حد يفكرني بالكومنست ريسك فاكتور اوف كانسر؟ ده بنراجع اللي فات. اتش بي في رقم 16 18 31 33 35 فاكرينه، اللي هو هيومن بابيلوما فايروس. هنا بقى جمله الكومنست ريسك فاكتور، جمله برولونجد ان اوبوز استروجين. اذا قلت استروجين بس بطردك خلاص، يعني انت لازم تقول لي جمله كامله. برولونجد يعني سنين، ان اوبوز يعني مفيش ضد هرمون اسمه بروجستيرون، ده ليه علاقه بالاستروجين بقى لها سنين. ايه الحالات اللي في المنهج بلاقي فيها برولونجد ان اوبوست استروجين؟ اعملها لك بطريقه سهله، 2 سي واحده دي 2 اي عشان ما انساش. على قد ما تفتكر كرونيك انوفيليشن اللي هو تكيسات على المبيض، هو ايه التكيسات دي؟ عباره عن اكياس صغيره صغيره ما فيش تبويض في العينه، فالهرمون الوحيد اللي عندها مين؟ استروجين، مفيش بروجستيرون. العينه دي عندها دايما اي 1 عشان الفات عالي جدا وده كارسينوجينيك. هو البي سي او ده بيجي في الكبار ولا الصغيرين؟ ميدل ايج، يعني بيجي في 21 سنه 30 سنه. يعني انت قصدك تقول ان واحده عندها 30 سنه ممكن يجي لها كانسر؟ اه اذا كانت ايه؟ بي سي او، اهملتها. عشان كده في سؤال حلو قوي في الشفه، كانسر اندوميتريوم بيجي فوق سن ال 60 ما عدا اذا كانت العينه عندها بوليسيستيك اوفري. يبقى تنساش اول حاله بيحصل فيها عشان كده البي سي انا بخاف منه، دايما اديها بروجستيرون عشان اضد هرمون اسمه ايه؟ استروجين. يبقى ما تنساش اول واحده كرونيك انوفيليشن. طب ليه كرونيك ليفر ديزيز؟ واحده عندها مشكله في الكبد ما بيتكسرش، فالاستروجين ايه؟ عالي. طيب دي ديليد مينوبوز، لا واحده فرحانه بنفسها تقول لك انا عندي دوره وانا عندي 55 سنه انا لسه شابه، وتلاقيها بقى مضايقه زميلاتها تقول لهم قطعته؟ ما انتوا كبرتوا، انا عندي دوره. على فكره دي خيبه، على فكره لما تلاقي تيتا نفترض 55 سنه او والدتك وعدت ال 55 وعندها دوره تروح تكحت احسن يطلع كانسر. ليه بقى؟ طلع اخر كام دوره في حياه الستات كلهم انوفيلر، يعني ما فهمش ايه بروجستيرون، فهيطلع مين بس؟ استروجين، وده كارسينوجينيك. يبقى ما يجي لك واحده ديليد مينوبوز، ليه بخاف من كانسر اندوميتريوم؟ عشان عندها انوفيولار سايكلز. فهمت قصدي؟ ما تفرحيش يا ماما، انت لسه شاب اه بس هنكحتك خلاص، وهنكحتك تو اكسكلود ايه؟ مالجنس. حرف الاي، واحده خدت استروجين كان عندها مينوبوز سن الياس وقلت لها خدي استروجين بس نسيت ادي معاه، بس يحصل كانسر سنين، سنه سنتين ونسيتها. اخر واحده بقى، واحده عندها اوفيريان تيومر، سيبك من اسمه لسه هناخده، اوفيريان تيومر بيطلع استروجين اسمه فيمينايزنج اوفيريان تيومر. طب طالما بيطلع استروجين برضو سنين وان اوبوز دي بيعمل ايه؟ كانسر. يبقى انت عندك ذا كومنست ريسك فاكتور في الام سي كيو هتختار برولونجد ان اوبوز استروجين، وتديني اي مثال. كرونيك انوفيليشن، كرونيك ليفر ديزيز، ديليد مينوبوز، اي ار تي وزاوت بروستيرون، استروجين بروديوسينج اوفيريان تيومر. طب بقيه الفاكتورز الايدج نراجع. كانسر سيرفكس كان في انهي عمر الانفيزيف؟ من 45 الى هنا فوق ال 60 ما عدا بي سي او، اوعى تنساه. يبقى ما يقول لك مين الصغيره اللي يجي لها كانسر اندوميتريوم؟ بي سي او، وحاجه اسمها لينش 2 سيندروم، ده هتاخدوه في الجراحه ان شاء الله السنه الجايه في الجراحه هتسمعوا ده. واحده عندها كولوريكتال كانسر، وعلى فكره زاد اول يومين دول، اذا انت خدت بالك في العيله هتلاقي ناس كتير عندها كانسر كولون كتير. ليه بقى زاد قوي وبقينا نشوفه بفظاعه؟ الاكل كله
مسمم خا، الاندومي والحاجات اللي انتم بتاكلوها دي وبيبسي كله بايظ خا، فدايما يجي لهم كولوريكتال كانسر. طلع ان الكولوريكتال كانسر يوم ما بيورث يورث في اماكن تبع النساء، يعني بنتها يجي لها كانسر ايه ده؟ اوفري، بنتها يجي لها كانسر اندوميتريوم، بنتها يجي لها كانسر بريست، هم الثلاث اماكن دول. طلع انه بيورث، يعني اللينش 2 ده وبيورث في سن صغير 45 سنه. عشان كده ما يسالك بقى كانسر اندوميتريوم فوق سن ال 60 ما عدا مين؟ بي سي او ولينش 2 سندروم ده اللي هو كولوريكتال كانسر اللي بيورث لبنتها، ده اقل من كام؟ 45 سنه. يبقى كده انا عشان ما يغلس عليها في الشفوي، امتى يجي في الصغيرين؟ في البي سي او واللينش 2 سيندروم. نيجي على الباريتي، ده له علاقه بالاستروجين اللي مذاكر، بيجي في اني باريتي نالي او لو باريتي، اني سوشيو كرونيك كلاس هاي، عشان بياكلوا فات، والفات ريتش ان ايه؟ استروجين، كل ده استروجين. فاميلي هيز ريس وايت، هم اربع مواضيع في المنهج نيجروس، فايبرويد وكانسر سيرفكس بري اكلامسيا وتوينز، ده وايت. هزود بس هنا سندروم جميل جدا اسمه كوربس كانسر سندروم، موجود عندكم ده. ايه ده؟ كانسر بادي، كوربس يعني بادي، فبيقولوا كانسر بادي سندروم. طلع السندروم ده ثلاث حاجات، في نايب كان نفسه يعمل عمليه كانسر اندوميتريوم، فقعد يتحايل عليا في المرور عايز اعملها. طب العينه دي اوبيز يا ابني؟ رد قال لي اه. طيب يبقى عندها السكر؟ قال لي ايوه. يبقى عندها الضغط؟ قال لي ايوه. حضرتك عرفت منين؟ اقول له ما تكبر ولا تكبر ولا حاجه، ده سندروم. ايه السندروم ده؟ اوبيزيتي دايابيتس وهايبرتنشن. دايما الكانسر اندوميتريوم يجي في الثلاث حاجات دول. احنا عرفنا السبب، على فكره السندروم ده اسمه غلط. الشاطر يقول لي ايه علاقه الاوبيزيتي بالكانسر؟ الفات، الفات بيطلع ايه؟ استروجين. يبقى دي اول حاجه اي 1، مش الاندروجين بيتحول لاي 1. طيب ايه علاقه الاوبيزيتي بالسكر؟ ايوه، الاوبيزيتي بتكبس على الريسبتورز بتاعت الانسولين فتعمل انسولين. ايه علاقه السكر بالضغط؟ فاسكولار. السكر لما يقعد فتره بيعمل فازو كونستريكشن ويعمل لها هايبر، يعني ما طلعش بقى وهم يعني. طب انت ليه مهتم بيها قوي كده؟ مره جايه دكتور التخدير دايما يقول لي خلص. يعني ايه؟ يعني انا بعمل هيستريكتوم يقول لي خلص، العيانه اوبيز وعندها السكر وعندها الضغط وفوق سن الستين، نهار اسود، ممكن تقول لها تعملي عمليه هتموت. ها، فتلاقي دكتور التخدير مرعوب. المره اللي جايه اجي اقول لك اعمل فير تايم يقول لك لا 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 لا، اعمل هيستريكتوم، يعني بيقلل العمليه، او يقول لي العينه دي انفيت. ببقى متضايق مع ان البيست لاين اوف تريتمنت از سيرجري. يعني غير بقى كانسر سيرفيس كان البيست لاين اوف تريتمنت از راديو، لا ده عمليه شيل خلصنا كيورابل. فعشان كده هو الدكتور التخدير المره الجايه ما يقول لي انفيت هصدقه، يقول دي اوبيز وهايبرتنسيف ودايابيتك وكمان فوق سن الايه؟ ال 60. طبعا في حاجه كتاب الاسم شطبها بس هتتسال، دواء اسمه تاموكسيفين. ده ايه ده بقى؟ ايه التاموكسيفين؟ تاموكسيفين اسمه التاني نافيدوكسين، لا مش نافيدوكسين، اسمه نولفاديكس. نولفاديكس في السوق. هتلاقي واحده قريبتك راحت لدكتور جراحه وعندها كانسر بريست، هحكي لك قصه. كانسر بريست اسخف كانسر هتاخدوه السنه الجايه، بتشيل البريست كامل ومشكلته انه ريكارنت بقى، يعني بعد ما يتشال ممكن تلاقيه كمان ظهر تاني ودخل على العضلات. اسخف كانسر هو كانسر بريست. طلع ان الكانسر بريست بعد ما بيعملوا العمليه بيدوا دواء ده، يعني ده تريتمنت هرمونال تريتمنت لكانسر ايه؟ بريست. وكانسر بريست السنه الجايه هتعرفوا ليه علاقه بهرمون اسمه ايه؟ استروجين. يعني انت قصدك تقول التاموكسيفين ده انتي استروجين. بصراحه بتوع النساء اما لقوا ان بتوع البريست بيدوا الدواء ده عشان انتي استروجين، طب ما نديه في كانسر ايه؟ اندوميتريوم. مش هو ليه علاقه بالاستروجين ولا لا؟ مشكله بعد ما اديناه الكانسر اندوميتريوم لقيناه ايه؟ الكانسر بيزيد اكتر وبينتشر اكتر، وكل لما تديه يزيد اكتر والنزيف يزيد اكتر. فطلع ان الدواء ده غريب قوي اسمه اجونست انتاجونست. مش عارف تعرفوا الحاجات دي ولا لا؟ يعني بيشتغل في حتت ايه؟ استروجينيك، وفي حتت يعني بيشتغل على البريست انتي استروجينيك. طب وعلى اليوترس؟ استروجينيك.
يعني يجيب كانسر، ده كارسينوجينيك. عشان كده كل العيانين اللي بيجوا لنا، ده لسه عامل واحده هيستريكتومي من اسبوعين، كان بتاع كيموثيرابي، كان بيدي علاج كيماوي ونولفادكس، ده بقى لها سنتين ابتدى يجي لها بليدنج والاندوميتريوم ثيكنس ايه تخن، قال لي اعمل لها هيستريكت، هو ده الحل. اصلا مش هوقف الدواء، هو الاهم عنده كانسر ايه بريس، فيقول لي شيل الرحم عشان نخلص. على فكره هم سنتين وهتشيل اليوترس، يعني اي واحده عندها كانسر بريس وتاخد هرمونال تريتمنت ليه بتشيل الرحم بعد كده؟ علشان الدواء اللي احنا بنديه عشان يمنع الريكرنس بيجيب لها كانسر ايه اندوميد. فانا اشيل الرحم قبل ما يقلب كانسر في بدايته وهو هايبربليزيا. يبقى ما يسالك تاموكسيفين ده ليه كارسينوجينيك على الاندوميتريوم، هتقول له ايه اجونست انتاجونست، على البريست انتي استروجينيك، على اليوترس ايه استروجينيك. هعيد، احنا قلنا الكومن ريسك فاكتور اوف كانسر اندوميتريوم از برولونجد ان اوبوز، امثله كرونيك انوفيليشن، كرونيك ليفر ديزيز، ديليد مينوبوز، ERT without progesterone estrogen producing ovarian tumor. الايدج فوق سن الستين مع دلينش 2 و PCO. سوشيو اكونوميك كلاس هاي، فاميلي هيستوري بوزيتيف اللي هو لينش 2، الباريتي نالي، الريس واي، ايه الكوربس كانسر سيندروم ده، اوبيستي، هايبرتنشن، دايابيتس، وعرفنا اسبابهم خلاص. عشان الحصه الجايه بقول لك انفيت. تاموكسيفين از كارسينوجينيك، واكتبه من الريسك فاكتورز انه بيزود كانسر ايه اندوميت. هو كتاب الاسم ليه شاله؟ عشان في العلاج، في علاج مختلف عنه، حاجه اسمها فيمارا برضو موجود في السوق، بس برضو بيعمل بالوقت كانسر اندوميت. عشان كده انا قصدي اقول ايه، ان هم بيخترعوا دلوقتي ادويه ما تعملش كانسر اندوميت بس غاليه، بس في ناس مشغله على القديم، فلازم اكتبه برضو. التاموكسيفين ممكن يعمل كانسر بريس. تقدر تقول لنا بقى ايه الكومن ريسك فاكتور اوف كانسر اندوميتريوم؟ امثله ممتاز زي البي سي او، ايوه، استروجين، ايوه، اوفيريان تيومر بروديوسنج استروجين، كفايه. العمر اكتر من 60 سنه عدا زي البي سي او او اللينشن 2. شوف لما تبقى صح حاجه حلوه ازاي. باريتي النالي، سوشيو اكونوميك كلاس، فاميلي هيستوري، ايوه، اسمها ايه لينش 2 اللي هو كولوركتال كانسر اللي بيجي اقل من سن 45. طيب تقدر تقول لي ريس؟ طيب كوربس كانسر سندروم ده عباره عن ايه؟ اوبيزيتي سو دايابيتس هايبرتنشن. ممتاز. اخر حاجه بقى، تاموكسيفين ده بيشتغل ازاي؟ سيجينيك بيكون انتاجونست انتاجونست. ممتاز. على البريست بيكون انتي استروجينيك، على اليوترس بيسوي استروجينيك. شكرا. ان شاء الله احنا ابتدينا المره اللي فاتت كانسر اندوميتريوم، وكنا قلنا الكومن ريسك فاكتور از جمله اللي هي برولونجد ان اوبوز استروجين، وكنا قلنا كانسر سيرفكس الكومن ريسك فاكتور اللي هو اتش بي في رقم 16 18 31 33 35. طيب هنا بقى عايزين بري كانسرز. هناك كنا خدنا البري كانسرز، كنت فاكر احنا بنراجع دايما اللي فات اللي هو سي اي ان وهيومن بابيلوما فيروس. امال هنا بقى حاجه اسمها اندوميترال هايبربليزيا، دي كيس، دي حاله بتيجي. ايه بقى الاندوميترال هايبربليزيا دي؟ انا عايز اعرف بس اما اجي ارسم الجلاند بتاعه الاندوميتريوم برسمها ازاي؟ ودايما تقولوا جلاند بس، لا، اي اندوميتريوم عباره عن جلاند وحواليه ايه ستروما، والستروما فيها ايه دول بلاد فيسلز. انا ما اخد كات سيكشن فيها هتبان لي ازاي، دايره وده كولامنر اهوت، وهنا هلاقي كولامنر ابيثيليوم وبينها ايه برضو بلاد فيسل. يبقى انا دلوقتي الرسمه اللي انا هرسمها ديت كات سيكشن في الجلاند. طلع كلمة هايبر بليز ان انا حصل بروليفريشن، يعني حصل ديفيجن. الاستروجين دايما عشان كده كارسينوجينيك، فيقولوا ان بروليفريشن اوف اندوميتريال جلاند بلس اور ماينس ستروما. انت هتشوف دلوقتي، يعني مش لازم الاستروما تزيد، يعني ممكن الاستروما تزيد وممكن لا، زي ما هنشوف. طيب ايه اسبابها؟ ده موضوع كامل على بعضه. هو برولونجد ان اوبوز ايه برضه؟ استروجين، يعني ده بري كانسر، يعني ان شاء الله بعد شويه هيقلب كانسر. انواعه، وحد هيقولها لي بعد ما اخلص، مهمه جدا. ثلاث انواع. انت لما تيجي تكحت عيانه وتبعته لبتاع الباثولوجي هيبعت لك حاجه من ثلاثه عشان تعرف هل العينه دي هتديها هرمونال تريتمنت ضد الاستروجين اللي هو مين؟ بروجستيرون، ولا هتشيل الرحم؟ انت
تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول نوع الجلاند زادت والاستروما زادت، هل كده تبقى زحمه ولا لا؟ بقول لك زودت الجلاند بنفس نسبه الاستروما، الاجابه مش زحمه. انا اذا زودت حجم القاعه وزودت العدد مفيش مشاكل، فعشان كده سموها سيمبل. يبقى كلمه سيمبل دي جت منين؟ نوت كراودد، يعني انا زودت الجلاند وزودت مين؟ الاستروما. امال اذا زودت الجلاند بس وخليت الاوضه زي ما هي، الاستروما زي ما هي، يبقى كده دي زحمه، بيسموها ايه؟ كومبلكس. يبقى كلمه كومبلكس معناها ايه؟ كراودد. طيب في اسم تاني، زي ما انتم شايفين الجلاند دي اكبر من دي ودي اكبر من دي، وفيها سيستيك دايليتيشن، فراحوا مسميينها سيستيك هايبر بليز عشان جواها سكريشن. امال دي انا زودت الجلاند بس، وكلمه جلاند الورم بتاعها اسمه ادينوما صح، فراحوا مسميينها ادينوميتاس عشان مين اللي زاد بس؟ الجلاند. يبقى اللي هيقول لي يقول لي الاسمين عشان ام سي كيو، لا سيمبل لا سيستيك، لا كومبلكس لا ادينوميتاس. بس ايه كلمه without اتيبيا دي بقى؟ كلمه اتيبيا احنا اتفقنا في الباثولوجي معناها malignant change، يعني انا بصيت على الخلايا لقيتها كلها نورمال الحمد لله. على فكره دي اجمل الانواع دي اللي هي without ايه؟ اتيبيا. طلع ان بتوع الهيستولوجي ما لهمش علاقه بالاسماء اللي انا كاتبها دي، يقول لك احنا هنشوف شكل ونقول ده الشكل عباره عن ايه. بصوا على دي زي الجبنه السويسري بتاع توم وجيري اللي فيها خروم كبيره وخروم صغيره، فراحوا مسمينها سويس شيز ابييرنس. امال دي طابور اهو، الجلاند دي في ظهر دي فبيسموها باك تو باك ارينجمنت، ده هيستولوجي. تفتكر دي هتقلب مالجننت كام في الميه؟ يعني بوتنشال مالجننت ريسك كام في الميه؟ دي 1%. هل اشيل الرحم؟ يعني جات لي عينك حتىها بعت لي تقرير سيمبل وذاوت اتيبي، هتلاقي واحده قريبتك جالها نزيف واتكحتت واتبعت التقرير ده، هتيجي تقول لها لا ده انا هديكي دواء ضد الاستروجين اسمه ايه؟ بروجستيرون. بس ده 1%. طب دي بتقلب 3% برضه حد بروجستيرون طالما وذاوت ايه؟ اتيبي. طب نفترض بقى اتيبيكال، يعني ايه اتيبيكال؟ يعني فيها اتيبيكال تشينجز، في حاجه اسمها اتيبيكال سيمبل واتيبيكال ايه بقى؟ كومبلكس. طالما فيها مالجننت تشينج نشوف النسب، 9% برضه بروجستيرون. امال مين الحاله الوحيده اللي هشلها الرحم بقى؟ اتيبيكال كومبلكس بتقلب 29%، عشان ما يجي لك كيس في الامتحان يقول لك العينه دي اتكحتت وطلعت سيمبل وذاوت اتيبيا، تقول له اديها ايه؟ بروجستاجين. امال الكومبلكس برضه بروجستاجين، طب اتيبيكال سيمبل برضه مش مقليه، امال اتيبيكال كومبلكس لا. طب اذا كانت عينه بوست مينيبوزال بقى وعندها حاجه من دول، لا شيل احلى. ليه دايما البوست مينيبوزال ديت ما فيهاش استروجين؟ امال دول طلعوا منين؟ يبقى غالبا هتقلب ايه على طول؟ مالج. يبقى كلهم يتشال فيهم الرحم اذا كانت العينه بوست ايه؟ مينيبوزال. طيب ايه الكومبلينت بتاع العينه؟ بس بعد ما عيد الانواع، اللي هيسمع لي يقول لي ثلاث انواع، لا اما سيمبل وذاوت اتيبيا، لا اما كومبلكس وذاوت اتيبيا، او سيستيك هايبربليزيا وذاوت اتيبيا، او ادينوميتاس وذاوت اتيبيا. دي اسمها سويس شيز ابيرنس، دي اسمها باك تو باك ارينجمنت، دي بتقلب 1% مالجننت، دي بتقلب 3%. طب اتيبيكال سيمبل 9%، اتيبيكال كومبلكس كام؟ 29%. الوحيده اللي بشيل فيها الرحم اتيبيكال كومبلكس، الا اذا كانت العينه بوست مينيبوزل. مين يتطوع يبقى معانا النهارده؟ طيب قولي يلا انواع الهايبر بليزيا. تمام تمام. حلو، شكلها تحت الميكروسكوب السيمبل ايه؟ تمام، اسمها ايه بقى الشكل؟ لا بيقولوا عليها ايه؟ خروم كبيره سويس تشيز ابيرنس، بتدفع في المترو بروحه جميله، خروم كده كبيره. باك تو باك انرجي، دي بتقلب كام في الميه؟ سيمبل ايوه ايوه. يبقى الوحيده اللي هشيلها اسم حضرتك نورهان محمد. الأستاذة الدكتورة نورهان محمد. نرجع. طيب إيه الكلينيكال بيكتشر اللي كتبناها في كتاب الاسم؟ يعني أعرف منين العين عندها هايبربليزيا؟ بليدنج. واحدة جاية لك بنزيف خاصة بوست إيه؟
منيبوزال او بيري منيبوزال. هنشوف النهارده دولت اهم تو سيمتومز لكانسر اندوميتريوم. العانه دي عندها ثيكند اندوميتريوم، فالعانه يجي لها دوره ايه؟ تقيله او ملخبطه زي ما هنشوف. طلع اعمل لها سونار، هلاقي ايه بقى؟ دي هرسمها عشان تفهم. طب تيجي تعمل سونار، وده عليكم في الاوسكي، في كتاب الاوسكي هتلاقي الصوره دي. ادي اليوترس وادي الاندوميتريوم، ده لونه هيبقى ابيض في الايه في الصوره، ده لونه رصاصي اللي هو المايوميتريوم. الابيض ده انت بتاخد علامه هنا وعلامه هنا كده، انت قست الاندوميتريال ايه ثيكنس، يبقى دايما بقيسه على الناحيتين مع بعض. اذا طلعت واحده بوست مينيبوزال، هل متوقع الاندوميتريوم بتاعها تخين ولا رفيع؟ رفيع اتروفيك. طب اذا لقيته اكتر، الرقم ده زي اسمك 5 مللي، يبقى دي غالبا اندوميتريال هايبر ايه بليزيا، ده في واحده بوست مينيبوزال. طب اذا لقيته اكتر من 10 مليمتر، ان شاء الله دي اندوميتريال ايه كارسينوما. هتيجي تقول لي واحده بوست مينيبوزال يبقى عندها ثيكند ليه يعني؟ انا وانس لقيته عدى 5 مللي هقول احتمال هايبر بليزيا وكحتها. امال اذا طلعت اكتر من 10 مللي بيبقى كحتها، وانا خايف احسن تطلع اندوميتريال كارسينوما. الارقام دي هنشوفها بعد شويه في الانفستيجيشن، بس ما تنساش انا بعرف بالثيكنس العانه ديت مالجننت ولا لا. طيب يبقى اهم انفستيجيشن في الام سي كيو از الترا ايه؟ ترانس فاجينال الترا ساوند. اذا لقيته ثيك هعمل فراكشنال كريتاج علاجها. قلنا حدي هاي دوز بروجستاجين فاكرينها، وممكن اعمل هيستريكتومي اذا كانت الان عندها اتيبيا، بس احنا قلنا اما تبقى بوست ايه، بس احنا خدنا الانواع عشان اذا جاب لك الحاله كلهم مش هعمل فيهم هيستريكتومي غير مين؟ اتيبيكال كومبلكس، الا اذا كان سن العينه ايه بوست مينيبوز، هشيل كله في الرحم. نيجي بقى على سؤال كان بيتسال شفوي الله يرحمه الدكتور طلعت عندنا، كان بيحب يسال سؤال غبي شويه في الامتحان، وتلاقي الطلبه بتتضايق، يعني يقول لبنت تحب تموتي في الامتحان من كانسر اندوميتريوم ولا كانسر سيرفكس. طبعا سؤال قاتل يعني، تيجي تقول له حضرتك ما بحبش اموت بس هجاوب، بس ما جاوبتيش هتسقطي. او الولد تحب اختك مامتك تموت من كانسر اندوميتريوم ولا سؤال غريب، يعني قصدي اقول كانسر سيرفكس احلى ولا كانسر اندوميتر. قبل ما نقوله نعرف الكومن سايت بتاع الماليجنسي فين؟ في الفندس. ليه؟ اكتر حته فيها ريسبتورز للاستروجين. يبقى ما يسالك الكومن سايت اوف كانسر اندوميتريوم فين؟ فندس. طيب تعال نشوف بقى في انواعه عشان نعرف سؤال الدكتور طلعت ده، هو سؤال كان غريب بس حلو، يعني كانسر سيرفكس احلى ولا كانسر اندوميتر؟ طلع ان في نوع اسمه لوكالايز، ده رير اشطبه. في نوع بقى جميل بياخد كل اليوتراين كافيتي، هكبره، اسمه ديفيوز كل اليوتراين كافيتي. وطلع فيه معلومه انت ما تعرفهاش بقى، ان كانسر اندوميتريوم كويس جدا، عارف ليه؟ يمشي على السيرفس الاول، يعني يقول لك هخلص كل الاندوميتريال كافيتي وبعد كده ابقى اعمل ايه بقى؟ بنتريشن. تخيل يعني عمره ما هيخرم عيانه الا لما يخلص كل الاندوميتريال كافيتي. يعني واحده جايه لي بنقطه دم في العياده وبتقول لي انا عجوزه ونزل عليا نقطتين دم، جايه بجري، هكتشفها بدري ولا لا؟ اكيد قبل ما يخلص كل اليوتراين كافيتي، فبيسموه سيرفيس رايدر، اسمه كده يعني بيسوق على السيرفيس. وبعد كده يبقى يدخل يبقى اسمه ديب. يبقى احنا عندنا في منه نوعين، سوبرفيشال اهو اللي هو سيرفيس رايدر، ومين؟ وديب. بس حلاوته انه سيرفيس ايه؟ السؤال بقى، كانسر سيرفيكس احلى ولا كانسر اندوميتريوم؟ اندوميتريوم طبعا. ليه بقى؟ كانسر سيرفكس كان بيجي في انهي سن اللي مذاكر؟ اربعينيات. دي بيجي فين؟ تموت وهي كبيره احلى، يعني تموت ل 45 يعني اول حاجه فوق ال 60. الحاجه الثانيه سيرفس رادر، يعني بياخد السيرفس الاول وبعدين ايه؟ الثاني بيخرم على طول. بتيجي بوست مينيبوزال بليدنج، عارف يعني ايه بوست مينيبوزال؟ واحده ما سافتش دوره بقالها 20 سنه ونزل عليها نقطه دم، هتعمل ايه؟ هر اسود وتروح رايح على الدكتور، يعني بتيجي دايما بدري. حلاوته بقول لك كانسر اندوميتريوم جميل، عشان كده لما تجي لي انا اقول لها ما تقلقيش انت لسه نازل عليك الدم، انت جيتي بدري. الا بقى اللي بتطنش تقعد بقى يجي لها دم 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 لغايه اما تصبر، لغايه اما يقلب كانسر. يبقى السؤال ليه كانسر اندوميتريوم احلى من السيرفكس؟ ثلاث حاجات، بيجي في عمر كبير سيرفس رايدر، اخر حاجه بيجي بحاجه تجيبها بدري اللي هي بوست مينيبوزال بليدنج. الثاني كونتاكت، تقول لك ممكن يكون التهابات، ممكن وتقعد تطنش بالسنين لغايه اما حقيقي يحصل لها بروجريس. نيجي بقى للصفحه دي دكتوره نورهان هتسمعها،
ام سي كيو هيستولوجيكال تايبس. احنا خدنا الجروس بيكتشر، هناخد بقى الايه هيستولوجيكال تايبس اوف كانسر. مكتوب اكتب الاسم ورا بعض كده ولا يمكن تفتكرهم. احنا هنقولهم بطريقه علشان تعرف تجاوب في الامتحان. نمشي خطوه خطوه كده هتلاقيهم سهلين. وهما 8 انواع هيستولوجيكال تايبس. في دكتور عندنا بتعشق الباثولوجي في الشفا، بتحب تسالهم تقول لك انواع الاندوميتال كانسر تحت الميكروسكوب. اول نوع لوجيك هو لايند باني نوع الاندوميتريوم ده كولان، وكولانر ده جلاندولر صح، يعني يوم ما يقلب مالجن انت اسمه يبقى ما يسالك ايه الكومنست تختار ادينو كارسينوما عكس مين كانسر سيرفيس كان اكتر حاجه ناقي سكويماس سيل يعني هناك كان راديو سنسيف ده سيرجري هتشوفه النهارده. يبقى الكومنست تايب از ادينو كارسينوما. طيب تعالى نحكي قصه كده. اذا الكولانر ده تحول الى سكويماس، اذا الكولانر تحول الى سكويماس اسمها في الباثولوجي سكويماس ميتابليزيا، والسكويماس طلع منه كانسر يسموه ايه سكويماس سيل كارسينوما. يعني في نوع كده بس ده ريلي رير عشان محتاج الاول يتحول للسكويماس والسكويماس يطلع فيه ايه مالجنس. يبقى كده احنا خدنا سؤالين، الريرست كوست تختار سكويماس، الكومنست تايب ادينو. طب تعالى بقى القصه الغبيه دي، هقسم الرحم نصين. تخيلوا الرحم قدامكم عامل كده وانا مقسمه نصين، طبعا الكلام ده عشان افهم. نص تحول لادينو كارسينوما اللي هي دي، ونص تحول لسكويماس ايه سيلز بالميتابليزي. يعني انا متخيل نص ادينو ونص ايه سكويماس سيلز. اذا سكويماس سيلز فضلت بيناين، يعني النص اللي فيه السكويماس سيلز فضلت ما قلبتش ايه مالجن، اسميه ادينو اكانثوما. اكانثوما يعني زياده في العدد، بس كلمه ادينو اللي هي ادينو دي، اكانثوما اللي هي زياده في عدد السكويماس سيل. ليه ده البيست بريجنوزس؟ تذكر ليه ده احلى واحد؟ عشان في بيناين اليمنت، يعني في جزء مالجننت وجزء ايه بيناين. امال ده بقى اذا قلبت مالجننت هسميه ادينوسكويماس كارسينوما. فهمتوها؟ يعني الاثنين مع بعض، ودي افظع. يبقى ده الورست ولا لا؟ يبقى ما يسالك ايه الورست بروجنوزس تختار ادينوسكويماس كارسينوما. كده انا عندي اربع اسئله، الكومنست ادينو، الريرست سكويماس، الورست ادينوسكويماس كارسينوما، البيست ادينو اكانثوما. نيجي للقصه دي، الادينو كارسينوما اربع انواع، عمرك ما هتفتكر غير بالرسمه دي. انت عندك دولت الموليريان ايه دكت، وبيلحموا تحت في حاجه اسمها يورو جينيتال ساينس. الموليريان دكت يمين والموليريان دكت شمال بتدي ايه؟ بتدي الانابيب، احنا خدنا الكلام ده قبل كده، بتدي اليوترس ها سيرفكس، ثلاث ارباع الفوقانين بتوع مين الفاجينا. طيب احنا خدنا السكريشنز بتوع دول، والله كتبناهم. هي التيوب بتفرز ايه؟ سيروس. الاندوميتريوم بيسموا اندوميتريال ميلك او اندوميتريال سكريشن، اللي كان فاكر اللي هو بيغذي البيبي. امال سيرفكس كان بيفرز ميوسين. الفاجينا هاز نو جلاند، وده سؤال في الام سي كيو. على فكره الفاجينا ما فيهاش سكريشن، هتقولي امال المايه اللي بتنزل اثناء الانتركورس دي بتيجي منين؟ ده تلاقي واحده اثناء الانتركورس بينزل كميه سائل بتبقى فيري ويت. ليه؟ قال لك لا سيبك من السيرفكس ده نقطه، البارتل النقطه، لا لا انا عايز ميه كتير. طلع ان في فاسكولاريتي حوالين الفاجينا بتعمل حاجه اسمها ترانسوديشن، يعني بتنزل ميه. يبقى ما تنساش ده سؤال في الام سي كيو، الاورجان في الاربعه دول اللي ما فيهوش جلاند هو مين؟ الفاجينا. هاز نو جلاند. ايه بقى علاقه ده بحصتي؟ ركز بقى، ركز في الكلام اللي هقوله ده عشان تفهم. بيقول لك ان كلهم جايين من نفس الاورجن ولا لا؟ يعني دولت الاربعه مش جايين من الموليريان، يعني ممكن كل واحده ممكن تتحول للثانيه، ده مالجنس. يعني كانسر اندوميتريوم ممكن الميكوزا تتحول الى تيوب الميكوزا جوه اليوترس وتفرز نوع اسمه ايه سيرس، يسموه سيرس ادينو كارسينوما. شوف الاسم جه منين؟ من السكريش، يعني تكحتها يقول لك ده في تيوب الايه ميكوزا جوه اليوترس لانه جاي من نفس الارجن. طيب نفترض فضل زي ما هو اندوميتريوم وبعته يتحلل، راح طلع عشان بيفرز اندوميتريال سكريتوري سكريشن سكريتوري ادينو كارسينوما. طب اذا اتقلب لسيرفايكال ميكوزا، ربنا اراد مالجنس، وفرز ميوسينا سميه ميوسيناس ادينو، عمرك ما هتفتكرها غير كده. امال اذا قلب فاجينال ميكوزا وفاضيه نو جلاند، فيقول لك ايه كلير سيل ادينو كارسينوما. شوف الاسماء جت منين. يبقى بيقول لي ايه انواع الادينو كارسينوما، افتكر الرسمه التيوب يبقى
سيروس ادينوكارسينوما اليوترس، سكريتوري ادينوكارسينوما اللي بعديها ميوسينوس اخر واحده كلير سيل. وانت عرفت بقى الاوريجين يعني حقيقي اللايننج بتاعها ايه اذا جاب لك في الام سي كيو. السكريشن بتاعها انت عارفه يعني السكريتوري بتفرز اندوميتريا سكريشن، الميوسينوس بتفرز ايه ميوسين وهكذا. اللي هيسمعهم الكومانست ادينو، الريرست سكويمس، الورست ادينو سكويمس، البيست ادينو اكانثوما. ايه انواع الادينو كارسينوما من فوق لتحت؟ سيروس سكريتوري ميوسينوس كلير، وليهم ممتازه ادينو اكانثوما. لا الادينو كارسينوما مش الادينو اكانثوما. لا انت مش هتشرحي لي، انت اديني على طول ده في كتاب اسمك تبين بس. ممتاز هم دولة الانواع. نيجي للسبريد، احنا قربنا على اهم حته ستيجنج وعلاجه. طلع ان السبريد بتاع الكانسر اندوميتريم بيعمل اربع ميثود سبريد، بس الكومنس كان ايه اللي كان مذاكر دايركت، لان خدنا كانسر سيرفكس ليمفاتيك، امال هنا ايه دايركت. هحكي لك قصه كده غريبه واسمعها وانا هتعرف انا ليه بقولها. دايركت يعني ايه؟ يخرم جدار الرحم من ورا ويقع على ورا هنا، حد يعرف ايه هنا؟ اوفريز. ويخرم عنق الرحم وينزل على اللي تحت اللي هي مين؟ فاجينا. يعني انت قصدك تقول الدايركت بيودي للاوفري اند فاجينا. طيب نيجي للليمفاتيك. الليمفاتيك كنا خدنا اللي هيعرف يسمع معايا، الفندس كان بيودي باراورت كورنيو سوبرفيشال انجوينال بودي بلفيك اسمس مع السيرفك والسيرفكس برايمري وي. في ناس عامله كده وفي ناس مذاكر خلاص. طيب وكمان اللي انت ما تعرفوش ان الليمفاتيك برضو بيودي للاوفري اند فاجينا. شوف انا بضغط عليهم ليه وهقول لك ليه. طيب بلاد كان بيودي الليب ليب، حد فاكرهم؟ ليفر بون لانج برين واوفري وفاجينا. انا ليه بعمل كده هتعرف عشان العلاج، انا ما عندي العلاج. بعد كده سيرفس امبلانتيشن، دي عايز افهمها بقى برسمه. وايه السيرفس امبلانتيشن ده؟ ده يوترس ودي تيوب وادي الفاجينا وادي الاوفري. الكانسر يعدي من التيوب ويقع على مين؟ على الاوفري. يعدي من السيرفكس يقع على الفاجينا. ايه الفرق بين ده والدايركت؟ ما الدايركت نفس الكلام، الدايركت لازم يخرم، امال ده ماشي في ناتشرال يومن. يبقى في فرق بين سيرفيس امبلانتيشن ودايركت سبريد. يعني يجي يقول لك السيرفيس امبلانتيشن يعني ايه؟ يعني هيعدي من ناتشرال يومن يروق على مين برضو؟ ها اوفرز اند فاجينا. يعني انت دلوقتي مركز على تو اورجانز اللي هم مين؟ يبقى دول تعتبر الكومن سايت اوف سكند. سيبك من الارقام انا مش عايز. طب ده هيفيدني في ايه؟ طلع ان الدايركت والسيرفيس بيوقعوا على الكورتكس بتاع الاوفري، صح ولا لا؟ يعني انت هتخرم الرحم وتقع على سطح الاوفري ولا لا من بره؟ على الكورتكس. برضه يعدي من التيوب ويقع على سطح مين؟ الاوفري. امال الليمفاتيك والبلاد بيأفكت الميدالله من جوه. يعني اذا انا فتحت بطن عيان عندها كانسر اندوميتريوم وشلت لها الرحم وبصيت على الاوفري لقيته سليم، يبقى اكيد سليم؟ لا، ممكن يكون افكتد فين؟ في الميدالله. طب اذا شقيته؟ طب ما هو باظ. ها يعني انت ليه دايما تشيل الاوفرس في حالات الكانسر اندوميتريوم؟ وده سؤال يسالك في الامتحان. بعمل عمليه اسمها تاه بسو، ده لازم بقى. كان في الكانسر سيرفكس بعمل تاه بس واسيب الاوفرز على حسب سن العينه، فكنا ما قلنا هنسيب الاوفر هنا بقى لازم يتشالوا. والله سلام مش سلام هشيلهم. يعني الاونلي لاين اوف تريتمنت عرفت منه دلوقتي تاه بسو ليه مين؟ توتال ابدومينال هيستريكتومي اند باي لاترال سالبنجو اوفريكتومي. يبقى ما يسالك بقى اوفر السلام او السلام هتعمل دي ولا لا؟ يبقى انت هتشوف النهارده واحد يقول يوقعك في الامتحان بقى. فتحت بطن عيانه لقيت الاوفرز كويسين جدا يا ابني وعندها كانسر، تسيبهم ولا لا؟ اقول له ايه؟ لا، لان ممكن يكونوا افكتنج منين؟ من المضله، وما ينفعش اعرف ولا شقه لان كده بوظته. يبقى كده كده ايه؟ هشيله. كده انا عرفت البيست لاين اوف تريتمنت. طب الفاجينا
هل ليها فايده؟ اه بس كتاب اسمه مش كتابه. ان ممكن ادي راديو ثيرابي للعيانه بعد العمليه عشان اذا كانت الفاجينا افكت، بس انا مش عايزها. انا عايز اهم حاجه اللي مكتوب كتاب الاسم، ان انا هعمل بيست لاين اوف تريتمنت از توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاترال سالبينجو اوفريك. كل السبريد ده عشان الكلمتين دول. نيجي بقى للستيجنج وربنا يستر. احلى من كانسر سيرفكس ده، جميل ده. احنا قسمناه اربع ستيجز. ده الاول نراجع السكيم، هو سيرجيكال ولا كلينيكال هنا؟ لا سيرجيكال، لان طالما عدينا الابر جينيتال تراكت يبقى لازم فتح بطن ونفتحه بالطول، لان حالك في نفس الوقت يعني بعمل ستيجنج وايه والتريتمنت. هل في زيرو؟ لا، هناك كان في زيرو في الكلينيكال اللي هو مين سي اي ان، امال هنا نو زيرو. يبقى 1 و2 و3 1 كان ليميتد تو الحاجه، يعني كانسر سيرفكس ليميتد تو سيرفكس، كانسر اندوميتريوم هو ليميتد تو بودي بتاع اليوترس، كانسر اوفر ان شاء الله ليميتد تو اوفري. طيب نعمل اسهم هنا، هناك كان مستطيلات اللي حاضر، فكان قلنا مستطيلات وكبر، لا هنا ايه اسهم ونزل. هو تحت اليوترس ايه؟ تحت البودي ايه؟ سيرفكس. يبقى نزل من البادي على السيرفكس. يبقى تاني ستيج سبريد تو، العناوين سهله جدا. انزل كمان اكتب بالعربي كلمه ساب، هتخلص لك كل حاجه اللي هي رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ده اللي بيجي في الام سي كيو، ساب اليوترس والسيرفكس بس ما خرجش بره الحوض، يعني هو سابهم وخرج بس ما خرجش بره، او نوت اوت سايد ترو بلفس. طيب اخر سهم بقى حافظينه ستيج 4 ده ثابت، ايه؟ يورين بلادر وريكتال ميكوزا وبي ديستنت. ايه نقول العناوين تاني؟ انا هقعد اعيد اعيد لغايه او ده اهم حاجه عندي النهارده، علاج والسيرجري والسيرجيكال ستيجنج. طلع ستيج 1 ليميتد تو بودي، نزل على سيرفكس، ساب اليوترس. هتفهم ساب دي ايه؟ ساب سين الف ب، ساب اليوترس والسيرفكس ما خرجش بره البلد. امال خرج بقى اربعه اي وبي، يورين بلادر وريكتام وبي ديستنت ميتاس. طيب 1 هقسمه 2، همسك الرحم بتاع العينه واشقه في اوضه العمليات كده. ما انا عملت استراكتومي، ما انت ده العلاج بنفس الوقت مش تهبسه. فتحت الرحم كده وبصيت عليه، اذا لقيت الكانسر جوه الاندوميتريوم او ده 1A. طيب خرم اقل من نص الميوميتريوم 1A، ده انا شايفه بعيني، يعني انا عامل كده وبصيت على الكانسر خارم قد ايه. طب اذا لقيته عدى النص او اكتر، يعني نص او اكتر ده B، وافتكر الكلمه دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما انت ليه قسمه كده؟ يعني ايه فرق ان انت تبص كده تلاقي ليميت؟ اكيد ليها فايده. طلع ان ايه ده؟ نو ليمف نود افكشن، يعني تعمل تهبسه بس ومع السلامه. امال بي؟ لا ده بي ده بقى في ليمف نود افكشن، يعني لازم اشيل ليمف نود ولا لا؟ واعمل راديو ثيرابي بعد العمليه. يبقى ما تنساش اذا كان 1 ايه ما بديش راديو ثيرابي بعد العمليه، اذا كان 1 بي حدي راديو ثيرابي بعد العمليه، عشان هنا في ليمف نود ايه؟ افكش. وما تنساش هاف، الهاف دي تبع البي، يعني اذا خارم النص بالظبط يعتبر 1 ايه بي. طيب 2 دخل على مين؟ سيرفكس. سيرفكس عباره عن جلاند وستروما. الشاطر يقول لي وانس وصل الجلاند كانه وصل مين؟ فرحهم سبريد تو ايه على طول؟ بس كتاب الاسم غلس. قال لك طب اذا كان ليميتد للجلاند يبقى ستيج كام؟ يعني اذا كان لسه في الجلاند وانت لحقته ده صعب طبعا، مكتوب عليه 1 تحت هتشوفه خلاص. يعني قصدي اقول ان سبريد للستروما، هي دي اللي تهمني، ان انا بعت عنق الرحم بتاع الباثولوجي وانا شغال، فتح عنق الرحم واتفرج عليه لقاه خارم الاستروما، فقال لي ده ستيج كام؟ 2. يبقى ده لازم وانا شغال الباثولوجي شغال. 3 كلمه ساب دي عمركم ما هتنسوها، ساب عشان ما انساش. ايه ساب دي؟ ساب اليوترس والسيرفكس ما خرجش بره البلفز. حرف الاس، بصيت على الرحم من بره اسمها سيروزا اللي هي اخر لاير دي، لقيت المالجنس وصل لها اهو، ده يعتبر 3A سيروزا الانفولفمنت، او ادنكسا. ايه الادنكسا دي؟ اي حاجه لاترال تو اللي هي مين؟ تيوب، ها، اوفري، باراميتريم. هنا كتاب الاسم كاتب اكسبت باراميتر، يعني كل الادنكسة ما عدا مين بس؟ وانس باراميتريم ده يعتبر اند ستيج خلاص. فعشان كده قال لك ما عدا مين؟ الباراميتر، يعني راح للتيوب، راح يعتبر ستيج 3 ايه، او دلقت ميه في بطن العيانه. ايه الميه دي؟ محلول ملح، رحت دلقه في بطن العيانه وقعدت اغسل، اسمه بريتونيال ووش، ورحت جايب سرنجه وشفطت الميه دي وبعتها لبتاع الخلايا اسمه سيتولوجي، بص لي فيها قال لك اه ده الخلايا طلعت
مالجننت، ده يعتبر 3A اللي هي بوزيتيف بيريتونيال ووش فور مالجننس، ده يعتبر 3A. يبقى 3A ده سخيف، يبقى ما يقول لك 3A ده عباره عن، افتكر كلمه ساب، ها اس سيروزا الايفولمنت، ايه ادنيكسال ميتاز، بي بوزيتيف بيريتونيال ووش فور مالجننس، امال بي دخل على دي مين الفاجينا، امال سي راح للليمف نود، 4A يبقى بلادر وريكتال ميكوزا، بي ديسنت ميتاز، امال اذا راح للجلاند بتاعت السيرفكس ستيج كام لما يجي لك في الام اس كيو ال1، يعني نرجع تاني بقينا 1، نعيد تاني الاستيجنج عناوينه 1 ليميتد تو بادي، نزل على ساب اليوترس والسيرفكس بس ما خرجش بره البال، 4 ايه يورا بلادر ريكتال ميكوزا، بي ديستنت ميتا 1 ايه للاندوميتريم او اقل من نص الميميتر، امال بي نص او اكتر بتاع الميميتر، امال 2 ستروما، امال اذا قلت لك جلاند هتقولي 1 3 ايه ساب اس سيروزا الانفولم، ايه ادنيكسال ميتاز، بي بوست بيريتونيال ووش فور مالجنس، امال بي 3 بي فاجينا، امال 3 سي باراميتر نسي يحطها في بي على فكره، خلاص يبقى باراميتر اللي هي 3 بي، امال 4 ايه يو هي بلادر وريكتا ميكوزا بي ديستنت ميتا. في بقى معلومه تانية انا هشرحها بطريقه تانية وانتوا تردوا بقى، ده اللي فاهم، شقيت بطن العينه بالطول، انا ليه ما شقتهاش بالعرض؟ اصل الشق بالعرض عايز اوسع، هعمل ايه؟ اقورها؟ ها؟ لا ده هنا حلاوته بقى ان انت بتطلع كده وتلف حوالين الامبليكس ويطلع براحتك، اسمها اوبن بوك اكسبلوراتوري لابراتوري، مع ان الكلام ده ما بيتمش بس احنا بنقول هنعمل اكسبلوراتوري لابا، فتحت بطن العينه دلقت ميه في بطن العينه وغسلت طلع بوست فور مالجنس ستيج كام؟ 3A. طيب بعد كده ببص على الرحم من بره في سيروزا لقيتها افكتد 3A، شلت الرحم ببص عليه من جوه خارم نص الميوميتريم، لا 1B، احنا قلنا النص يبقى 1B خلاص او اكتر يبقى 1B، بعد كده هو تروح تبعته لبتاع الباثولوجي قال لي راح للاستروما بتاعت السيرفكس 2 مفيش لا اي ولا بي 2 خلاص. طيب بعد كده هو ببص على الفاجينا لقيتها افكتد 3B، بار اورتك افكتد 3B، عملت السيستوسكوب لقيته خارم البلادر 4A، جيت بعد كده بعت بحط ايدي كده في بطن العين لقيت الليفر افكتد، بس هم دول، يبقى انت الستيجنج هم دول اللي هي هوقعك فيهم بس بعد شويه، بس عشان هتقولي علاج معاه، احنا قلنا ليه قسمنا ايه وبي، ايه نولو انفنود يبقى مش حدي ريدو سيرب، امال بي تعالوا بقى للعلاج، ما هي اللعبه كلها تذاكر ستيجنج وعلاجه، مش تقعد بقى تذاكر ستيجنج على بال ما توصل علاج تنسى كل حاجه، التريتمنت بتاعته ستيج 1 بكتشفه بنسبة 70%، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة قوي، عشان كده كانسر اندوميتريم أحلى من كانسر سيرفكس، وإذا كانت النص ساعة خلصت اعمل فيديو تاني. إيه؟ تريتمنت، التريتمنت بقى ستيج 1 بكتشفه بنسبة 70%، إن شاء الله بقى الحصة الجاية. ستيج 1 كانسر أوفري عمري ما بشوفه، أنا دايماً بكتشف ستيج كام؟ 4، يعني أنا بتجيلي أول ما أشوفها كده، عشان كده كانسر أوفري ده مصيبة اللي إحنا هناخده المرة الجاية. طلع إن كانسر إندوميتريم حلو بكتشفه بنسبة 70%، وهنا البيست لاين أوف تريتمنت إيز سيرجري، عملية واحدة اسمها توتال أبدومينال هيستريكتومي بايلاترال سالبنجو أوفريكت. تعال بقى نشوف ستيج 1، ببص على العيانة لقيتها أنفيت فور سيرجري، أفرح؟ تبقى حالتها مهببه خلاص، يعني العينه ديت هتلاقي اوبيز دايابيتك هايبرتنسيف فوق سن ال 60، دكتور التخدير يقول لك مش حنايم، وانس قال لي الكلمه دي ببقى متضايق، اشمعنى؟ عشان اهم نوع بيجي ادينو كارسينوما، ده راديو ايه؟ ريزيستنت، عشان كده بيبقى انفيد بس بدي راديو ثيرابي وانا عارف انه مش هيجيب نتيجه، بس قال لي فيد بقى هعمل تهبسه طبعا، اتس ذا جولد ستاند، هي دي العمليه، هعمل توتال ابدومينال هيستريكتومي بايلاترال سالبنجو اوفريك، وبيقولوا خد لمف نود بايوبس احتياطي، بس اذا لقيته خارم اكتر من نص المايميتر تعالى بقى او نص، امتى ادي راديو؟ ده بقى في الامتحان وهقعك دلوقتي، اذا كانت جريد 3، ايه جريد 3؟ طلع ان انا لما ببعت الحاجه دي بتاع الباثولوجي بيقسم لي كل ستيج جريد 1 و2 و3، دي خدناها 1 كان ويل ديفرنشيت 2 moderately 3 poorly، واحنا قلنا اما الاقي 3 ده معناه poorly يعني ليمف نود افكشن، يبقى لازم ادي راديو. طيب 1B اللي هو خارم قد ايه؟ نص او اكتر. طيب ليمف نود افكتد، يبقى هما الثلاث حالات دول اوقعكم بقى في كيس، جات لي عيانه ستيج 1
يعني ايه ليميتد تو بادي. وبعد كده هو لقيت العينه ديت جريد 1 ادي راديو ثيرابي ولا لا؟ لا، بس فتحت الرحم لقيته خارم اكتر من نص المليمتر ادي. بص اذا انت لقيت حاجتين، الحاجه اللي هتلاقي الافظع بتدي راديو ثيرابي. يعني عيان جريد ستيج 1 جريد 1 1 اي ادي ولا لا؟ لا. طيب 1 بي وجريد، شوف بدون ما اكمل راديو على طول. طيب جريد 3 حتى بدون ما اكمل وانس سمعت جريد. طب لينف نود بوزيتيف فور مالجنسي حد، يبقى انت هتدي في الثلاث احتمالات دول. ستيج 2 راح لمين؟ حد يقول لي ليفر تايم ما بقدرش اعملها. بيقول لك بريفرفول هعالج زي ستيج 1 تهبسه برضه. شوف طلعت نزلت هتعمل تهبسه. ليه دايما فير تايم ما بتتعملش في حالات الكانسر اندوميتري مع انه راح للسيرفكس؟ عشان العيانه غالبا انفيت فور، فدكتور التخدير كويس انه يمها لك. انت هتطول كمان في فير تايم عشان تشيل بقى الباراميتريام وتقعد ساعه كمان يقول لك خلص. عشان كده ليه بنعمل تهبسه؟ علشان العيانه بتبقى دايما انفيت فور سيرجي. طيب ستيج 3 راديو ثيرابي بقى سيرجري ايه وبتاعي؟ 3 ده راح للبارامي، احنا خلاص كده عدينا المراحل والنتائج مهببه بالياتيف. امال 4 برضه بالياتيف. كل اللي انا بدي ميجرز تو ريليف مين؟ الستيج الوحيد اللي بيجي في الامتحان ستيج 1 ده الوحيد اللي بيعشقوه، لان معظم الحالات بكتشفها ستيج 1. بعمل اذا كانت انفيت ايه؟ راديو ثيرابي وانا متضايق، بس اذا كانت فيت اه طبعا تهبس واخد لينفونود بايوبس احتياطي. ده احنا بناخد حته اومنتم كمان اللي انت ما بتعرفوش اه والله بنعملها ونبعتها للبتاع الباثولوجي. احنا خسرانين ايه؟ بعت لي قال لي بوزيتيف فور مالجنسي ادي راديو ثيرابي، طلعت جريد 3 ادي راديو ثيرابي، طلعت 1 بي ادي راديو ثيرابي. طب 2 برضه هعمل تهبس مضطر عشان انفيت فور. طب 3 حد راديو وباليتيف، امال 4 برضه باليتيف، وفي الاخر بدي ميجرز تو ريليف ايه؟ بين. سيادتك هتقولي لي الستيج وعلاجه، انا هقول لك الستيج كذا تقولي لي علاجه ايه. 1 بي ده عباره عن ايه؟ 1 بي بتاع لمده البودي، ولكن في اكتر من نص او اكتر، نص او اكتر مايوميتريال انفيجن. علاجه ممتازه، قالت على طول راديو ثيرابي. ليه؟ لان قلت لها 1 بي. طيب اذا قلت لك 1 اي جريد 1 ايه هو 1 ايه اصلا؟ 1 ايه عندنا من نص تمام، يبقى حامل تهبسه فقط. طيب ستيج 3 ايه ده كان ايه؟ لسه في البلفس ممتاز. ايوه ايه هو بقى 3 ايه؟ انا بقول 3 ايه ما قلتش 3 او اللي احنا عندنا بلاش عندكم دي ده كانسر. ايوه او في البريتونيال ووش، مش في البريتونيال نفسه. انا غسلت خلايا وبعتها تتحلل، علاجه ممتاز. خلاص نيجي بقى على خلاص كده الموضوع يعتبر خلص. ليه بقى؟ الباقي كله سكيم خلاص. سيمتومز بتاعت كانسر اندوميتريوم سهله جدا. ذا كومن سيمتوم از اسيمتوماتيك، كومن بريزنتنج سيمتوم از بليدنج، كومبليكيشن كاشيكس تقول لك بخس يا دكتور بدون سبب، كلام متعاد. ليه الدستشارج ريحته مقرفه؟ علشان انيروبيك وعشان نيكروتكس عادي. يا ريتني اسيمتوماتيك. كومن بريزنتنج سيمتوم از بليدنج، كومبليكيشن ده ليت الحمد لله بتقول لك بروجريسيف ويت ايه؟ لوس. ديسشارج ريحته مقرفه، مفيش انلارجمنت في كانسر ايه؟ سيرفكس. فاكرين يبقى مفيش بريشر. طب هنا ليه مفيش انلارجمنت؟ كانسر اندوميتريم بريفير ها بينتريشن راذر ذان انلارجمنت، يعني هو يخرم. امال الساركوما العكس، انلارج راذر ذان انفلتريت. احنا هناخد النهارده كارسينوما يبقى ايه؟ انفلتريت بس، عمره ما بيكبر رحم. وطالما مفيش انلارجمنت مفيش مين برضه؟ مين الكانسر الوحيد اللي هنبتديه وفي انلارجم في بريشر اللي هو الاوفري؟ يبقى هنا مفيش لا انلا، يبقى هنا بينتريت راذر ذان انلارج. امتى تحس بين؟ اذا خرج بره الرحم بس. هو كاتبين كده في كتاب الاسم. نيجي بقى الحته اللي فيها كلام بليدنج.
تفتكر ايه نوع البليدنج هنا؟ كان هناك انا براجع دايما كانسر سيرفكس كونتاكت، يعني كل ما يحصل انتركورس بينها وبين جوزها نقطتين دم، كل ما تفحصها على الجوانتي نقطتين دم، تتشطف نقطتين دم، دي بقى لا بوست مينيبوزال بليدنج. ودي الايه ليس برزنتيشن. اسالكم سؤال واوقعكم بقى، تفتكر واحده بقى لها 20 سنه ما جالهاش دوره ونزلت عليها نقطه واحده دم، هل اعتبره بوست مينيبوزال بليدنج ولا استنى ممكن ما تتكررش؟ انت خسران ايه؟ اكحتها خلاص. انا اذا استنيت ممكن تقلب، يبقى نقطه زي بحر عشان بس ما يجيب لك في الامتحان سبوتنج. ايوه ايه يعني سبوتنج؟ برضو تعتبر بوست مينيبوزال بليدنج. طب واحده تانية نزل عليها براونش فاجينال شارج، يعني افرازات لونها بني فقط، هل اعتبرها بوست مينيبوزال بليدنج ولا لا؟ انت خسران ايه؟ انا مش فاهم. ها يبقى براونش جات لك في حاله بوست مينيبوزال، كونسيدرد بوست مينيبوزال بليدنج انتل بروف اذروايز، برده نزل عليها نقطه دم هعتبرها برده بوست مينيبوزال. اني بوست مينيبوزال بليدنج كونسيدرد مالجنس انتل بروف، بس انا ما جيلي اي حاله زي دي كونسيدرد مالجنس على طول. امال بيري مينيبوزال هي دي اللي بتتوه، بتيجي العينه بمتروراجيا، هي بصراحه بتيجي مينوراجيا الاول، مينوراجيا اذا كانت هايبر ايه بليزيا لانها ثيكن. امال متروراجيا اذا كانت كارسينوما ليه؟ لان البلاد فيسل بتفرقع في اي وقت. يبقى ما تجي لك واحده بيري مينيبوزال صغيره، مين العينين اللي بيجوا في الصغيرين دايما يجي لهم كانسر اندوميتري؟ معني فوق 66 بي سي او ولينش 2، فاكرين اللي احنا اخدناه مره فاتت؟ يبقى ما تنساش هنا ان العينه ديت امتى تيجي بري مينيبوزال، وده رير. هو الكومنز بيجي دايما ايه؟ بوست مينيبوزال بنسبه كام في الميه؟ 75%. يبقى ده بالنسبه لي. طيب ازاي اكتشفها بقى بالصدفه؟ ما انا عايز افهم. يعني كانسر سيرفيس كان سهل ان انت وتبص على، انا بتركب لها لولب لقيت حاجه مدلدله فقلت ده كانسر. امال اندوميتريوم هتشوفه ازاي؟ وانت بتعمل ترانس فاجينال الترا ساوند لوحده بتعمل فولو اب، جايه لك في العياده قلت لك انا عندي التهابات، اعمل سونار. واحده عجوزه بقى لها 10 سنين ما بتجيلهاش الدوره، لقيت الاندوميتريوم ثيك، خلاص يبقى انت عندك مصيبه انتل بروف اذروايز. ممكن تطبق لحميه، اصل هتلاقي الكلام ده في قرايبكم، تلاقي واحده عندها 22 مللي، يا نهار ابيض، وتقعد مرعوب. مامتي عندها 22 مللي الاندوميتيوم، ده اكيد كانسر. لا بيطلع في الاخر ممكن لحميه وهي ما تعرفش. فالحل لازم اعمل ايه؟ كريتاج، لازم اخدها واحللها. كده يبقى احنا خلصنا اهم الايرليست سيمتوم از بوست من الايرليست بوست مينيبوزال بليدنج، واذا كانت صغيره يجي لها ايه؟ متروراجي. طيب نيجي الجنرال اكزامينيشن ابدومينال لوكال، كلام اهبل. ليه بفحص البريست؟ ايه لا 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 ده بيبقى باينه وهي دخلت عمرها كده. الاستروجين كارسينوجينيك في البريست والاندوميتيوم. واحده عندها كانسر اندوميتيوم يبقى عندها استروجين ايه؟ اكيد افحص على البريست، ممكن يجي لك كانسر بريست. يبقى انا ليه بشوفه؟ عشان اسوشيتد هايبر استروجينيك ستيت. طيب ليه بقيس الضغط وبشوفها اوبيز؟ ده ايه ده؟ خدناه كوربس كانسر سيندروم، فاكر ما قلت لك كده؟ عشان اشوف دكتور التخدير هينيم ولا لا. طيب نكمل ابدومينال، دي الرسم دي خدناها والله في كانسر سيرفكس، هي هي بس حشته بالكدني. حد يعرف ليه؟ ليه كانسر اندوميتر ما يعملش هايدرونيفروزي؟ ليه ما فيش بريشر سنتر؟ ما احنا قلنا بيبنتريت، ما ممكن يبنتريت الباراميتريوم. ايوه بس بيوصل للبريتون ويموت قبل ما يدخل على اليورتر. قلناه كان قلنا الكومن كوز اوف ذيس از ايه؟ بريتونايت. عشان هنا عمري ما شفت واحده عندها يوريميا كانسر اندوميتر عمرها، لانه بيخرم البريتون ويموت العينه قبل ما يوصل للباراميتريوم. طيب تعالى اللي بعديه الليفر، يبقى ده السيش كام؟ 4B. طيب جيت لقيت اليوترس كبير وفي صديد خدناها والله اسمها بايو. وات از ذا كومنست كوز اوف سيمتريك انلارج يوترس؟ بريجنسي. وخدنا مواضيع غيرها سب ميوكاس فايبرويد ديفيوز ادينومايوزز وهنا بايوميترا. يبقى ما يقول لك بايوميترا في المنهج سببها حاجتين كانسر سيرفكس واسمس اللي هو بتاع مين؟ الاندوميتري. شو انا بقول بسرعه الكلام ده متعاد لوكال بقى اكتب لازم شافه بيعشقوا السؤال ده. يقول لك الرحم ايه اخباره؟ سيبك من الادنكسه، الرحم ايه اخباره في الكانسر اندوميتريوم؟ يعني واحده عندها كانسر تفتكر حجم الرحم ايه؟ تقول له لا نورمال لا صغير لا كبير، يعني كله موجود. نورمال ملوش سبب، بقول لك نورمال يعني خلاص. طب امتى يبقى صغير؟ وده كومن على فكره. العيال دي بوست مينيبوزال ولا لا؟ بقى لها 20 سنه ما فيش استروجين، فحجم الرحم ايه؟
ويجي فيه كانسر، ده مصيبة. عشان كده بيقول لك امتى لقيه صغير في بوست من ابوزا الاتروفي، طب امتى لقيه كبير في المصايب بقى دي بايوميترا. فاكرنا انه قفل عنق الرحم وعبى صديد فعمل ايه ماس، او يكون جالها ساركوما معاه، ده نحس العادي اسمها كارسينو ساركوما، ونحن قلنا الساركوما بتقلارج رادر دان انفلتري، او جه معاه ورم ليفي، ما انتوا عارفين ليه علاقه بهرمون اسمه ايه. يبقى ما يقول لك الاسباب هترتبهم ازاي بقى، رقم واحد بايوميترا، رقم اثنين اسوشيتد فايبرويد، رقم ثلاثه ساركوما لان دي الفيري رير. يبقى ده سؤال بيعشقوه في الشفوي، امتى الاقي الرحم كبير في حالات الكانسر ايه؟ اندوميتريا. تعالوا نعمل بقى انفستيجيشنز. واحد تو سكرين، اللي مذاكر السكيم، تو كونفيرم، تو ديتكت السبريد، تو بريبير البيشنت فور اوبريشن. السكريننج اللي مذاكر كانسر سيرفيس كانوا ثلاثه، استاذ سمير فاكرين سايتولوجي، ثم منظار اسمه كولبوسكوب، ثم اندو سيرفايكال بايوبسي. اهو هم الثلاثه، اهو هم شبه دول بالظبط. هناك كان اسمه بابي سمير وهنا برضو اسمه، بس ليه هناك احلى من هنا؟ هنا انا عايز خلايا منين؟ من الاندوميتريوم. طب الاندوميتريوم الخلايا بتاعته بتقع على والسيرفكس بتقع على، يعني انت دلوقتي محتاج تجيبها ازاي؟ صعبه. الاكيوريسي بتاعها ايه؟ قليل. هناك كان 95%، هنا 50% او اقل، عشان كده ما بنعملهاش في الاندوميتريوم. احنا دايما نعملها في مين؟ في السيرفكس. عشان كده بقول لك كانسر سيرفكس البريفيشن بتاعه ايه؟ احلى. طيب نيجي بعد كده، هناك منظار اسمه كولبوسكوب، هنا اسمه هيستروسكوب. انت بتدخل بالمنظار من تحت وتحقن سلاين او جلايسين ميه، ده ممكن يعمل ايه؟ سبريد ولا حاجه، فمش انفيجن سبريد، الميه هتنفيد خلاص. يعني ما تنساش هنا ممكن الهيستروسكوب برضو مش دياجنوستيك. طيب نيجي بعد كده اندو سيرفايكال بايوبس، هنا هاخد اندوميترال فاندال بايوبس، حاجه اسمها بايبل كانيولا. ايه البايبل دي؟ دي عبارة عن حاجة عاملة زي، هي موجودة عندنا في العيادات على فكرة، اشتريناها دلوقتي، عبارة عن زي حاجة رفيعة قطرها 4 مللي وجواها بيستون، تشد البيستون كده يشفط حتة اندوميتريوم، تقعد تطلع وتنزل كده فيه، يقعد ياخد لك حتت، بس بياخد منين بس؟ من الفندس. طب الكانسر لازم في الفندس؟ عشان كده برضه مش دياجنوستيك. يعني انا ميس ليجن ممكن في الانتيرو وول، في البوستيرو وول، يعني انا ما لقيتش ولا حاجه من دول ينفعوا. يعني اذا انت قارنت دول بدول، لا هناك احلى طبعا. طب نكمل الترا ساوند، بس مش 100% برضه، هشوف الاندوميتريال ايه. واحنا قلنا هيجي لنا لونه ابيض ده، وهتشوف الصوره موجوده في كتاب الاوسكي، ويقول لك ده بتقيس بيه ايه، تقول له اندوميتريال ثيكنس فوق كام، اقول هايبر بليزيا خمسة ايه؟ خمسة مليمتر. ايوه عشان ده في امتحان طول سنتي خلاص، خمسة مليمتر. طيب امال امتى اقول مالجنانت؟ 10 مليمتر. يبقى ده بقى ده الوحيد. يبقى انت لما يجي لك حالة في الامتحان بقى، عيانة شاكك ان عندها هايبر بليزا او كارسينوما، ايه اول انفستيجيشن؟ الترا ساوند فاجينال. ليه؟ عشان اشوف الاندوميتريال ثيكنس. هو ده على فكره السؤال اللي بيجي، فانت بتختار الاندوميتريال ثيكنس لازم يعدي كام عشان اقلق؟ 5 مللي في البوست مينيبوزال اقول هايبربليزيا، 10 مللي اقول غالبا كارسينوما. هل ده هيحلف؟ اكحتها بقى. ما انت وانس لقيت الثيكنس ده، اقول لها لا ده احنا هندخل نكحت بقى عشان نبعد. طب لقيت اقل من كده، يعني واحده قريبتك وعندها كانسر، هي بيقول عندها بليدنج بوست مينوبوزال بليدنج، عايز تعرف ده كانسر ولا لا، عملت سونار لقيته 1 مللي ولا تعمل حاجه، ده اتروفيك اديها علاجه مع السلامه. انا امتى اكحت؟ اذا عدى كام مللي؟ 5 مللي. طيب دوبلر خرافي على فكره، الدوبلر في الولاده حلو. هو ايه الدوبلر ده؟ ده جهاز في السونار، اجيب لك الصوره دي عشان تعرفها. جهاز بيبقى عندك، بيبقى فيه زرار اسمه دوبلر، كلر دوبلر كمان، تروح ضغط زرار يطلع لك المستطيل اللي انتوا شايفينه ده، والعلامه دي وعلامه يساوي، ودي بتتحرك بكوره كده في الجهاز. يعني انت بتلف الكوره كده تلاقي ده جه يمين ده جه شمال. المهم ان ديت هتيجي على الاندوميتريوم، وتشوف بقى الاندوميتريال فاسكولاريتي، بتلاقي البلاد فيسل اللي جاي لك ناحيتك، ما انت عامل سونار كده بالفاجينا، اللي جاي ناحيتي بيبان باللون الاحمر، يعني الفلو اذا كان كده، الفلو اذا كان عكس الجهاز بيبان باللون الازرق، فلاقي بوتش زرقاء وبوتش ايه؟ حمراء، فاقول فاسكولاريتي. هل متوقع في واحده بوست مينيبوزال الفاسكولاريتي فيها عاليه؟ يبقى طالما عاليه يبقى دي غالبا نيو بس مالجنت. يبقى الدوبلر كمان جميل، اما الاقي فيه نيو فاسكولاريزيشن سجست، بس بيني وبينكم وهم. انا رسالتي كان على الموضوع ده خلاص،
عملت دوبلر في العيانين البوست مينيبوزال والرساله كلها كانت هتبوظ. المهم كل ما اعمل اقول دي مالجنت نشيله نحلل نلاقيها بيناين، اقول دي بيناين يطلع مالجنت حاجه هبل، بس في الحقيقه هتقول ايه؟ خرافي. طبعا رحت مغير النتائج عشان الرساله تمشي، وقعدت اشرح بقول طبعا ده خرافي. على فكره اوعى تترعب، واحده قريبتك طلع فيها نيوفاسكولاريزيشن والله بتطلع في الاخر حاجه ولا ليها اي قيمه، بوليب. يعني هو حلاوته في الولاده، اقول لك اه الدم اللي رايح للبيبي في مشكله، اقول لك اه الدم وقف، البيبي ده لازم تولده بسرعه، اما تيجي تقول لي في الجاينه وهم، ده اساتذه كبار بيعملوا 4 دي رباع الابعاد ويبعتوا لنا حالات، يقول لك الاوفري ده غالبا مالجنت، والله بنشيله بيطلع بناين، وحصلت كتير جدا. يعني سجست هل بيحلف؟ في بقى تيست جميل اللي عايز اعرفه للناس اللي ما معهاش فلوس، يعني واحده في الصعيد بتتصل بيك وبتقول لك يا دكتور انا عندي نزيف وعدى 20 سنه ما شفتش دوره، اقول لها خليكي عندك وخدي الدواء ده. ايه ده بقى؟ بروجستيرون. انت عارف عمر ما البروجستيرون هيشتغل الا اذا كان جواها ايه؟ استروجين. ودي واحده بوست مينيبوزال، هل متوقع فيها استروجين ولا لا؟ هديها بروجستيرون واقول لها ايه؟ توقفوا بعد كام يوم، اذا نزل دم تعالي كده اشتغل، ما انا اديتها بروجستيرون وعملت وذرول. طب اذا ما اشتغلش خليك عندك وكملي عليه، ده اتروفيك اندوميتريوم، يعني تيست في منتهى الجمال يخلص اسمه بروجستيرون تشالنج تيست. ده مش مكتوب في كتاب الاسم بس ده في الشفوي، هيجي يسالك انا عايز تحليل اعرف الست دي جواها استروجين ولا لا، اديها ايه من بره؟ بروجستيرون وشده يعني وقفه، ينزل دم يبقى دي ريسكي، ما انزلش خليكي في بلدك ولا تيجي خالص، خدي علاج البروجستيرون وكملي عليه هيكمل لك على الاندوميتري ويعمل لك قطر. يبقى اهم انفستيجيشن في الام سي كيو هختار ايه؟ ترانس فاجينال الترا ساوند فوق 5 مللي هايبربليزيا فوق كده كده هتعمل ايه؟ كريتاج. حد يقدر يقول لي كام عينه من الكريتاج من المحاضره اللي فاتت؟ لا يرفع ايديه يقول كام عينه ومنين وبالترتيب. قول اكتو دي اول غلطه كنت هتاخد دي. المهم اندو سيرفكس وبعدين هوسع وبعد الاسمس ممتاز بوستيرو وول ثم ثم ممكن ترتب اي حاجه بقى باقي فندس ثم لا اسمها رايت كورنيو وليفت كورنيو وابعتهم يتحللوا ده 7 صح؟ بس اتليست كتاب اسمه قال كام؟ 2 واحده من الاندو واحده هي دي الفراكشنال عشان اعرف الكانسر اندوميتريوم هو السبب ولا موجود ولا كانسر سيرفكس. ابتدي فيديو جديد بقى.